سعد الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده مع برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال. معنا اليوم رجل الاعمال الاستاذ محمد من قطن الجوهره للاقمشه. اهلا استاذ محمد. اهلا وسهلا ومرحبا. بدايه استاذ محمد، شكرا لتواجدك معنا بالبرنامج، ولو تحكي لنا المزيد على انواع الاقمشه الموجوده في المكان. مرحبا، اهلا وسهلا. المحل باسم جوهره الديره في عبايه مول الجديد، وفي انواع القماش في عندنا موجود ويوزع في الامارات، في انواع موجود الاكتان والحرير، وفي موجود شيفون مشكل انواع في مثلا اللي يلبسونه في الامارات وخليج اي بلاد مثلا من الخليج يوزع عندهم، ومال قطر، بحرين، سعودي، عمان، والامارات. في انواع الاقمشه موجود ويترز هني في الامارات، وانواع جديده يجيب مشان الناس مشان عيد والحفلات، وموجود مثلا الاشكال بنات شو يريد عندنا موجود. ما شاء الله. استاذ محمد، هل الالبسه اللي عندكم تناسب جميع الاعمار من كبير او صغير؟ ما موضوع السايزات، في عندكم السايزات الكبيره والصغيره كمان؟ ايه، عندنا موجود مال بنات، في موجود مثلا من لو مثلا يريد مال من 8 سنه الى خوات بالبنات، ويجي مال حريم كبار بعد. في عندنا موجود اشكال وسايزات، اي سايز مثلا يريد صغير ولا كبير عندنا موجود الاشكال، وفي السايز عندنا موجود. ما شاء الله. استاذ محمد، لجميع المشاهدين كيف ممكن يوصلوا على المكان ويشوفوا الاشياء الحلوه الموجوده عندكم؟ ايه، في عندنا موجود في انستغرام عندنا موجود، وفي موجود بالواتساب لو مثلا اي حد يريد يشوف الموديلات مال محلي وموديلات مال عباية مول، اي شيء يريد الموديلات جديد. واللوكيشن في عندنا في عباية مول، عباية مول الجديد، ومحلي باسم قطن جوهرة. قطن جوهرة. شكرا جزيلا استاذ محمد، نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. اهلا وسهلا. اهلا. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.